وين يا كم قد حتى ربعاية من عندك يا ابني؟ اديني قد غير ثياب هات جبنه واحده قدك. ايه اما تكلمني ليك يا عم؟ اه عاد وزيد يا معلم. الله ينور عليك يا على اليمين. الله ينور عليك. ده دماغه ضخينه. ده يمشي النهارده يا عم. عاد والله امشي مش فارقه معايا والله. ده انا مستناه منك من زمان. قلت الشغل وقلت الصحاب. يعني واحد مشي راح اشتغل مكانه. هو مشاك ليه يا عم؟ ده راجل عبيط. ده بان مش فاهم حاجه. هو يا عم اتصلك ده ماشي الحمد لله. ده مشي صح. راح اشتغل معانا اخد 50 جنيه انا ولا بيها. يا عم الحاج تشغلني معاك. تعال يا حبيبي تعال والله رزقك النهارده. تعال صح والله. يعني هشتغل يا ابني؟ راح تطلع منين يا ابني كده؟ بقى تبوظ الشغل احنا عملناك. ايه مالك يا عم؟ يعني انزل. اطلع يا عم اطلع بعد ما بوصل الدنيا. اطلع يا عم بعد ما انزل. خلاص راح اطلع من هنا. يا ابني رايح فين يا ابني؟ ده صحتك سودة النهارده. تعال من هين. يا عم اروح لك منين يا عم؟ هنا ولا هنا؟ ما تجربنيش عادي يا عم. انت من اولها ما تعمل كده. لا اتوقع على الله. يلا الله ينور يا فنان. الله ينور. يا اخي فين النور يا اخي؟ فين النور يا اخي؟ فين النور؟ انا غلطان اني كلمتك. غور يا اخي. ايه القرف اللي على الصبح ده يا اخي؟ اطلع يا عم اطلع يا عم اطلع. والله ما انا شغال. اطلع.